سيب لي اللي في ايدك بقى. بسم الله. معانا افكار مهمه جدا على قانون بويل وبتربط لي بويل بحاجات قبل كده في المواقع. صفحه كام يا استاذ كريم؟ صفحه 112. صفحه 112 المساله رقم 16. صل على سيدنا النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم. بص يا باشا، راجل جالك قال لك انبوبه ذات شعبتين احد فرعيها معرض للضغط الجوي اللي هو بيساوي 75 سنتيمتر سابق. الجدع وهو بيحل بويل يجيب البي واحد ويجيب الفي واحد. اولا لو جينا شفنا المشهد الاصلي، الزئبق في الفرعين ولادي المحترمين يردوا في مستوى افقي ايه؟ واحد. ضغط الهواء المحبوس هنا علاقته بالضغط الجوي، يبقى بمنتهى البساطه بي واحد بيساوي الضغط الجوي اللي هو 75 سنتيمتر زئبق. احنا بنشتغل الطول معبر عن الحجم لما تكون الانبوبه منتظمه المقطع، ففي واحد كانها ال واحد بتساوي 8 سنتي، وانا بكتب هنا سنتي لانه طول وبكتبها في لان الطول معبر عن الحجم. الراجل قال لك ايه؟ انا صبيت هنا زئبق، لما صبيت زئبق الزئبق ضغط لي على ده نزله لي هنا كم سنتي؟ لما هنا نزل اتنين، حد يقول لي طلع هنا كم سنتي؟ اوه كلام بعد اذن حضرتك. لما طلع اتنين سنتي بقى الفي اتنين حجم الهواء الجديد هيفضل 8 ولا قل اتنين؟ بقى 6 سنتي. اللي بيفهم فيزياء عايز اجيب ضغط الهواء الجديد، هو الحجم زاد ولا الحجم قل؟ كان كامل حجم بقى كامل حجم. لما الحجم قل الضغط هيسيب تفقى خالص. هقول له بي واحد في في واحد هيساوي ها بي اتنين في في اتنين، هيطلع ان ضغط الهواء المحبوس نتيجة ان انت صبيت زئبق هيبقى 100 سنتيمتر زئبق من الحسبة دي. فالبي اتنين ده طلع معايا كم؟ حد يرد عليا ها؟ 100 سنتيمتر زئبق. تعالى نهدى بقى، هو عايز انا صبيت زئبق قد ايه؟ سهلة. الاول انا كنت هنا، حد معترض؟ طيب لما انا بدأت اصب زئبق، الزئبق اللي انا عامله باللون الاحمر عمل على الزئبق اللي انا عامله باللون الازرق عملية ايه؟ الهي يسعدكوا دنيا واخرة. لما ضغط عليه اللي ركز في الشرح، الراجل قال لك نزله لي هنا كم سنتي؟ لما نزل هنا اتنين فضل مكمل معايا، حد يرد عليا طلع هنا كم سنتي؟ لما اجي اخد السطح الفاصل الجديد اللي بيعرف يقول يقول كان فيها زئبق لونه ازرق بقى فيها زئبق لونه احمر، كان فيها هواء طلع فيها الزئبق الجديد. انا عايز اعرف الاتش اللي انا صبيته ده قد ايه؟ صلى على النبي. حد يقول لي الضغط على النقطه دي ايه علاقته بالضغط على النقطة؟ ممكن تقول لي مين اللي ضاغط هنا؟ زئبق. ممكن تقول لي الزئبق اللي هنا عامل كم سنتي؟ صح. وهنا في هواء محبوس صح؟ احنا جبنا ضغط الهواء المحبوس هنا عامل كام؟ 100 سنتيمتر زئبق. اذا اللي في الفرع ده 100 سنتيمتر زئبق زائد كم سنتي زئبق؟ 4. روح للناحيه الثانيه، الاتش ده انا عارفه؟ خلاص هسميه اتش زائد. حد يقول لي هل ده بس اللي ضغط ولا فيه هنا هواء؟ والهواء هنا عامل 75 سنتيمتر زئبق. قول لي ايه اللي مجهول في المعادله دي؟ 104 هشيل منها 75 هيطلع معايا الاتش ده بيساوي 29 سنتيمتر. صلينا على سيدنا النبي. اشتغلنا الاول قانون بويل. لما جيت طلعت الجدعنه في الطالب اللي يعرف يطلع المعطيات،
بي واحد كان بيساوي الضغط الجوي، في واحد كانت بتساوي 8 سنتي، بي اتنين ده اللي انا عايزه، في اتنين لما الزئبق طلع اتنين بدل ما كنت 8 طلع اتنين، 8 ناقص اتنين يتفضل 6، وجبت ضغط الهواء المحبوس الجديد. تعال بقى نشتغل المسألة، أصبح ده كده السطح الفاصل الجديد، هنا في 4 سنتيمتر زئبق، يبقى أنا عندي 100 زائد ال 4 سنتيمتر زئبق، ده الطرف ده اللي ضاغط هنا الهواء والزئبق، واللي ضاغط هنا ضغط الجوي والإتش زئبق. الهواء 100 حسبناها من أول خطوة، الزئبق 4 سنتي، الاتش ده اللي انا عايزه وهزود عليه، حد يقول لي كام؟ 75 بتوع الضغط الجوي. السؤال مهم جدا، ربط المواقع بالغازات. في سؤال تاني جميل خالص في نفس الصفحه، بيقول لك الانبوبه ديت كان طولها ال، فيها هواء طوله ال، وكانت معرضه للضغط الجوي، فالفي واحد الجدعنه في اللي يطلع المعطيات، في واحد اسمه ال، بي واحد اسمه الضغط الجوي، في حاجات انت مالكش فيها بقى. ام هو قال لك ايه؟ والضغط الجوي يكافئ طول عمود اسمه اتش كابيتال. انت مالك؟ انت مالك؟ شيل من المسألة الضغط الجوي وحط مكانها اتش كابيتال. ام دخلنا الانبوبة دي في المية، لما حطيناها في المية وانا بدخلها كده في المية، المية دخلت جواها لغاية نصها، هجيب الفي اتنين بتاع حجم الهواء المحبوس، الهواء المحبوس اللي اتفضل هيبقى ال ولا نص ال؟ الحجم قل للنص. ضغط الهواء المحبوس الجديد مين ضغط عليها؟ حد يرد عليا. الهواء، الضغط الجوي، الضغط الجوي اللي هو اسمه ايه؟ حد يرد عليا. اتش كابيتال. أم هو زيادة في اختبار فهمك، أم مسمي ضغط المية اتش سمول، فأصبح اللي ضاغط عليا عبارة عن اتش كابيتال، يعني على يرد عليا زائد ها اتش سمول. والله أنا ماليش فيه، أنا عندي طريقة تفكير ثابتة، بي واحد في في واحد بتساوي ها بي اتنين في في اتنين، ربنا يرزقنا الفهم. بي واحد انا مالي اسمها اتش كابيتال، في واحد اسمها ال، بي اتنين الضغط الجديد اللي ضغط على الهواء، الهواء والمية، هو مسمي الهواء اتش كابيتال، هو مسمي قال لك ضغط المية اسمه اتش سمول، انا مالي؟ انا بنفذ كلامه، ان شاء الله يكون مسميها شاهناز. الحجم الجديد اسمه نص ال، ادي نص ال، صليت على النبي. ال الجميله هتروح مع ال الحلوه، اتفضل عندي اتش كابيتال هيساوي اتش كابيتال، حد يرد عليا ها، زائد اتش سمول. وهنا في عدول جوه بين قوسين، وفي هنا رقم كام؟ حد يرد عليا ها، نص. الاثنين دي في المقام، تيجي هنا فين؟ في البسط. فاصبح اتنين اتش كابيتال هيساوي اتش كابيتال، حد يرد عليا، زائد ها اتش سمول، ده هيجي هنا بالموجب ولا بالسالب؟ يبقى اتش كابيتال علاقته باتش سمول. اما هو طلب منك ضغط الميه ده قيمه الاتش سمول دي، عمق الميه ده قيمه الاتش سمول دي، ايه علاقتها بالاتش كابيتال؟ نسويها. في هنا سر، ان هو بيجي يقول لي سعادتك اعتبر الضغط الجوي اتش كابيتال، اعتبره اكس، اعتبره واي، مالكش فيه، تشيل الضغط الجوي وتحط الرمز اللي اداهولك. صلي على النبي. صفحه 113، ماسكين القلم كده مع استاذ كريم. قول يا استاذ. واحد كميه من غاز حجمها 350 سنتيمتر مكعب، نكتب عليها في واحد، الجدعنه اللي يطلع في واحد وفي اتنين وفي واحد وفي اتنين، ها، عند ضغط 2 اتموسفير هكتب عليها في واحد، احسب حجمها عند الضغط، ثانيه واحده، احسب حجمها اللي هو في اتنين عند الضغط الجوي المعتاد،
الضغط الجوي ليه؟ عايز حد فاهم اللي هو اسمه ايه الضغط؟ واحد اتموسفير. ماشي، هو الضغط كان كام اتموسفير؟ بقى كام اتموسفير؟ الضغط قل من، يبقى الحجم يزيد، يبقى الإجابة 700 سنتيمتر مكعب حتة ألماس. اللي بعده يا أستاذ. 2 عينة من غاز حجم 1 فوليوم. دي اكتب عليها في 1، الجدعنة في اللي يطلع المعطيات. ها؟ وضغطه 2 أتموسفير. نكتب عليها في 1. إذا قل حجمها إلى 25%. أقولها تاني. إذا قل حجمها. لا 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 لا، إذا قل حجمها قل بمقدار ولا إلى؟ يبقى في 2 بقى ربع في. لما الحجم يقل للربع الضغط هيزيد 4 مرات، بدل ما كان 2 اتموسفير هيبقى ها 8 اتموسفير. اكتب لي عندها خلي بالك من الفرق بين يقل الى ويقل بمقدار. اللي بعده 3 اراد بس. الله اكبر الله اكبر على اللي هيعرف يلقطها. الراجل ده عايز يجيب حجم القاروره دي. القاروره دي حجمها في، احنا ما نعرفوش. الجدعانه فويل تطلع لي بي 1 اسمه 700، بي 1 اسمه 45 كيلو باسكال. حبيبي يا رسول الله، في 1 اسمها 750، اللي يقول لي هبقى اسعد واحد ملي لتر. لما جينا فتحنا الصمام ده بقى بي 2، يا الله يا الله يا الله، 15 كيلو باسكال. في 2 ثانية واحدة، هل الهواء الجديد هيسيب هنا ويقعد هنا ولا ملا المكانين؟ ففي 2 هيبقى 750 القدام زائد الله اكبر عليك حجم القاروره. كل المطلوب منك بتقول لي بي 1 في في 1، حد يرد عليها هتساوي ها بي 2 في في 2. اصبح عندك معادله من الدرجه الاولى اللي مجهول فيها في، اضرب ده في ده هيطلع رقم. ولو جيت بصيت انا هضرب ال 15 هفتح قوس 750، حد يقول لي ها زائد الفي. هقسم الرقم ده، حد يقول لي على كام؟ على 15، واللي يطلع ناقص 750 هجيب الفي، هتطلع الفي 1500 ملي لتر. اللي بعدها مساله المكبس، لا سيب لنفسك لان دي فيها صنعه. طلع معاك كويس يا حماده؟ دي في التصوير جامده قوي المساله دي. بيقول لك مكبس ده المشهد الاول، النص ده قد النص ده. حسام سمى دي 2 في وسمى ديت 2 في. صلحتني الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بي 1 قال لك 75 سنتيمتر زئبق. الضغط هنا او الضغط هنا 75 سنتيمتر زئبق. في 1 ده اللي حسام فرضه، النص اللي على بعضه في ولا 2 في؟ 2 في. أم قال لك المكبس الجميل الحلو ده، المكبس الشياكة القمر ده اتحرك جالي هنا. تعالى هات لي الحتة اللي لونها أحمر، كان حجمها كام في؟ والله يا حبيبي يا رسول الله بقى حجمها ايه؟ لما الحجم يقل للنص الضغط يزيد. الحته الاحمريقه الحلوه دي الضغط فيها بقى 150 سنتيمتر سباق. زعلان مني في حاجه؟ الحته الازرقيه كانت كام في؟ 2 بقت كام في؟ تعالى نحسبها. البي 1 في الفي 1 هتساوي البي 2، الله اكبر، ها في الفي 2 غششني، البي 1 75، الفي 1 2 في اسمها 2 في، البي 2 انا عايزها
الفي اتنين بقت تلاتة في. الله اكبر. حتة في زي القمر مع حتة في زي العسل، اتنين في خمسة وسبعين بمية وخمسين، هقسمها على كام؟ طلعت تلاتة في دول عاملين لي خمسين. حد يقول لي هنا كام؟ وهنا كام؟ انا عايز الفرق. يبقى 100 سنتيمتر سابق. ده سؤال مذاكره، سؤال مزيكا. اخر سؤال في الصفحه، صلى على سيدنا النبي. بص لي، الراجل جاب حضرتك قال لك في غواص. بص لي يا باشا، الغواص ده كان معاه في واحد 8 لتر. لما كان الضغط الجوي 200، اصحى للجمله دي، بي ايه؟ بيقول لك يا ترى يا ترى لما الضغط الجوي هيبقى بي ايه بس؟ الضغط قل كم مره؟ 200 مره. يا ترى الحجم بتاع الغاز اللي معاه هيبقى كام؟ خلاص؟ دي فيها حاجة؟ هقول له بي 1 في 1 بتساوي ها بي 2 في 2. طالما ده قال لي 200 مرة، سهلة خالص سهلة خالص، هلاقي إن الحجم بتاع الهواء اللي مع الراجل بقى 1600 لتر. أما أنا في حتة بقى جميلة خالص. قال لك الغواص ده يقدر يقعد تحت المية قد إيه من غير ما يتخانق؟ ومش عرفني. راح قايل لحضرتك إذا علمت أنه بياخد 16 لتر في الدقيقة خلال 1 مينت، سهلة يا رب. هما ال 16 لتر بيخلصوا في قد إيه؟ طب هو ربنا من عليه معاه كام؟ 1600 لتر. طب ال 1600 لتر ياخدوا وقت قد إيه؟ ده في ده مقسوم على ده. لو قسمت ال 1600 على 16 يقعد تحت الميه دي 100 دقيقه. اشتروا الجابوه بقى. اللي غاوي منكم يروح للدول العربيه. المساله دي جت زمان في امتحان سلطنه عمان. ارجع ورا. واتكررت في امتحان البحرين، وعايز ابني اللي شايفني في كل حته في مصر يركز. هنا قال لك ينفع يقعد قد ايه من غير ما يتخنق. لما جت في الامتحان قال له لو الغواص ده قعد تحت الميه ساعتين هيتخنق ولا مش هيتخنق ولماذا؟ ساعتين يعملوا معايا 120 دقيقه، هو الهواء اللي معاه مكفيه قد ايه؟ عامله زي ايه؟ معاك تانك عربيه، تانك عربيه مشيك 40 كيلو في بنزين. انت بعد الكيلو 40 العربيه هتتحرك؟ نفس القصه. انت معاك هواء يقعدك تحت الميه 100 دقيقه، ما فيهاش فصال. الراجل ده لو قعد بعد كل دقيقة هيقعدها بيستنفذ من المخزون في الرئة فيتحرر للاختناق والوفاة. صلينا على النبي. حاجة تانية، طالما في الغواص عايز ولادي يركزوا في المشهد ده. في فيلم كان لعادل إمام، كان طالع فيه غطاس وكان بيعلم فنان اسمه حاتم ذو الفقار الغطس. كان فيلم اسمه جزيرة الشيطان وبيدوروا على دهب. ففي مشهد حاتم ذو الفقار طلع من تحت الميه فجائي الى اعلى. قام عادل امام اتعصب قال له ازاي تعمل كده؟ انت مجنون؟ ده الرئه تنفجر. المشهد ده ما يعديش. وهو تحت الميه كان الضغط اللي عليه ضغط الهواء وضغط الميه. لما طلع فجائي ضغط الميه قل، اتفضل ضغط الايه بس؟ طب لما الضغط يقل الحجم ها؟ قال له الرئه تنفجر. ده اللي حصل مع الغواص ده، بس ده بيطلع بالتدريج. كان تحت ضغط 200 بي ايه، بقى تحت ضغط ها بي ايه، يعني الغواص ده كان طالع. فلما الغواص طلع حجم الهواء اللي معاه بدا ايه؟ زيد، لان الضغط اللي معاه بدا يقل. ودي حاجه مشهوره في قوانين الغطس. ان انت لما يكون الهواء اللي معاك بينكمش انا عايزه يتمدد، اقلل الضغط. صليت على سيدنا النبي. لذلك دايما اي غواص بيكون معاه مانومتر بيقيس فرق الضغط بين الضغط اللي معاه في الانابيب والضغط اللي نازل عليه. صليت على حبيبك النبي.
مسألة اللي عليها الدور. هزعل جدا 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 لو اتحلت غلط، اللي هي لا المسألة دي هزعل قوي، هزعل قوي قوي. بص كده البي 1 لان انا شبعتك من الفكرة دي، البي 1 عبارة عن 2 اتموسفير، والفي 1 1 لتر. صلى على سيدنا النبي. إلهي ربنا يرزقك الفهم يا رب. لو أنا فتحت الصمام ده عايز أعلى صوت، وابني اللي شايفني يقول الحجم هيزيد للإيه؟ غلط 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 غلط. الحجم هيزيد 3 أمثال، لأن هيملى هنا ويملى هنا. هنا 1 بقى 1+2، فالضغط هيقل 3 أمثال. بدل ما هو كان 2 هيبقى 2/3. طب لما افتح الصمامين انا كنت 2 هبقى 3 ولا هبقى 2+3+1؟ يعني هيزيد كم مرة؟ 6 مرات. انا كنت 2 هبقى 6، هزيد 3 مرات يبقى هيقل بالتلت. بدل ما كنت 2 هبقى 2/6 اللي هي 1/3. صليت على سيدنا النبي. السؤال ده نفس فكرة ده، بس عمل حركة، عمل لك هنا وصلة، وعمل لك هنا وصلة، وعمل لك هنا وصلة. صل على سيدنا النبي. الراجل قال ان الوصلات ديت اللي بينهم هما 3، لو انت بصيت معايا هنا الوصلات اللي كانت موجودة مهملة. هنا الراجل قال لك لما انا هفتح الوصلات دي كده كلها، لما هفتح الموضوع ده كله كده، لما اجي هفتح الوصلات اللي بينهم دي هفتح كل ده. حد يقول لي الغازات دي مش دخلت كده على بعض؟ بس هو قال ايه؟ قال لك خلي بالك الانبوبة الواحدة من دول 12 ملل. اهمل حجمها. انا عندي بي خليط، يا عيني على اللي هيقول معصيه، في في خليط، ربنا ينور بصيرتك يا ابني، هتساوي بي 1 في في 1 بتاعة النيون، ادي الفي وادي البي، زائد بي 2 في في 2 بتاعة الهيدروجين عالمي، زائد بي 3 في 3 بتاعة الارجل خدامة، كله تعويض ايه؟ بس الفكرة في الفي خليط. الفي خليط يا رب كده ينور بصيرتكم، عبارة عن حجم الهيدروجين زائد حجم النيون زائد حجم الأرجون. كم غاز دول؟ 3. بس استنى، زائد الغاز اللي هيقعد لي في الأنابيب. يعني يا راجل عيب عليك، هما 3 أنابيب، الأنبوبة الواحدة حجمها كام؟ 12. أقفل كده كل اللي بين القوس ده اسمه حجم الايه؟ الخليط. كل المسائل اللي في اغلب الكتب الخارجية وفي اغلب المواقع بيجي يقولك مع اهمال حجم الانابيب. فالعيال كلها اتعودت تقول له بي خليط في في خليط. محدش شاف قبل كده فكرة ان الانابيب ليها حجم يبقى لازم يحترم. لو قال مع الاهمال ما كنتش هحط الجزء ده. صلينا على النبي. كده وقفنا عند رقم كام يا استاذ؟ بأمر المولى عز وجل الجمعة اللي جاية إن شاء الله أنا هخلص المنهج، ونفس الكلام بقية قوانين بويل أنا هنزلها في فيديو لحضراتكم إن شاء الله على القناة فور فري. صلينا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.